مرة واحد سباك دخل فرح، مرة واحد سباك دخل فرح، ما خلاش حد ينقط. يقفوا جمعوا العربيات. يا عبدو خلاص يا عبدو، ما عدتش عايز اسمع حاجة يا اسطى، خلاص عايزين نبدأ التحدي. مرة ميكانيكي جلع كان قطع خيار. ايوه يا عمر يلا تعال يا صاحبي تعال تعال. هتروح فين؟ ولا طلع مجرم حرب وكان عايز ينط في الميه. ازيكم يا رجاله واهلا بيكم في فيديو جديد، والفيديو ده عملنا تحدي جميل جدا مع بعض بسيارات الشرطه. ان شاء الله التحدي ده هيعجبكم لان احنا فعلا تعبنا على التحدي ده لحد ما عملنا الفكره بالشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوها. ويا ريت كل اللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك الحلو الجميل بتاعه والسبسكرايب الجميل لو انت لسه اول مره تتفرج علينا. انا بقول لك اهو، وعايز اقول لك استنى في اخر الفيديو علشان في واحد هيكسب النهارده معانا شدات في لعبه ببجي موبايل، وكل يوم واحد بيكسب معانا شدات. لو عايز تعرف ازاي استنى في اخر الفيديو. اصبر بس يا اسطى اما اتكلم الكلمتين خلانا ده انا عليا النعمه هم ولع في الجهاز باللي فيه بكل حاجه. جهاز عليا شويه، اهدوا بقى بالصلاه على النبي كده، كل واحد واحد اللي في قلبه يصلي على النبي ومحدش يتكلم. اهدى بس كده بس. ايوه كده الله ينور عليكم. بصوا يا رجاله، كل واحد هيجيب عربيه داسيه ويجي لي عند بوابه سكول. انا واقف لكم عند البوابه اهو، هنجيب العربيات ونعمل دايره كبيره وكلها تكون عربيات بوليس، ونبدا نلف حوالين الدايره، وانا اقول طنطر طنطن طنطن 1 2 3، واول ما اقول ستوب وقفوا يا رجاله كل واحد يركب عربيه، واللي مش هيركب هنشلوحه. ايوه يا جدعان، عامل تحدي للكلان، تحدي للكلان بتاعي على 100 دولار يعني 8400 شده صحيحه للي هيكسب. بقول لكم يا رجاله ما حد يقول نكته بالله عليكم، انا عايز اضحك. طب بص يا اسطى انا اقول لك نكته. انا اقول لك يا واحد واحد اسمعني بس اسمعني واحد 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 قول النكته. اسمعني يا اسطى بص. مره واحد سكران يا اسطى، مره واحد سكران يا اسطى، في واحد كان مشتري عربيه جديده. فيعني مشتري عربيه 4x4 مكتوب عليها 4x4 من ورا. ايوه ما فبعد كده يا سعيد في يا اسطى في ايه يا عم؟ يا ابني في ايه وعمل فيك ايه يا ابني؟ انت جاي لي بباجي ليه يا عم؟ انا بقول لك عايز عربيه جاهزه. رايح ادور والله رايح ادور. بعد كده يا اسطى السكران ده جاي لها العربيه من ورا مكتوب عليها 4x4، راح جاي فاتح المطوى ويسوي راح كاجي كتب عليها يساوي 16. تمام. بعد كده الراجل راح جاي تاني، بعد الراجل في الصبح قال لي يا عالم بنتي ما اعرفش ايه. انا لسه شاري العربيه. بعد كده بعد كده قال لهم ماشي يا عم. بعد الراجل راح جاي لك العربيه سمكر العربيه تاني وركنها. وبعدين اول ما ركنها تاني راح جاي لها السكران تاني رجع لها العربيه مكتوب عليها 4x4 يساوي 16. الراجل صبح قال وحيات المصحف ما انا عامل فيها حاجه، بوظوا فيها زي ما انت عايزين. تالت مره السكران جه لها العربيه مكتوب عليها 4x4 يساوي 16، راح جاي كاتب عليها صح. بيقول لك مرة حمار وحشي واقف على كنز كبير، واقف على كنز كبير. ففي ثلاثه قالوا اللي هيجيب الكنز دوت هنديله نصه. في واحد صعيدي واحد امريكي واحد صيني. اول حاجه الصيني دخل الحمار رفصه وموته. ماشي. الامريكي دخل الحمار رفصه وموته. تمام. الصعيدي دخل لقوا جايب الحمار على في ايده والكنز على كده. انت يا ابن الذين انت عملت كده ازاي؟ قال لهم كلمه مني كلمه منه تعرفنا على بعض طلعنا قرايب. هي اصل المشكله اللي في الروم، الروم مالها؟ الروم مقلوب على ظهرها ولا ايه؟ مش على كده. اسمه ايه سعيد اللي معاه عربيه البوليس فصل وربنا فصل. للاسف يا شباب اول جوله فشلت، بس هنرجع نكمل تاني. كل واحد يجيب عربيه اللي هي العربيه الداسيه، ما تنساش عربيه داسيه، اللي هيجي من غيرها او هيجيب له عربيه ثانيه قسما بالله لشلوحه قبل ما يتشلوح في التحدي. هننزل كلنا يا شباب، هنتجمع على جبل روز هوك، كل واحد يجيب عربيه داسيه ويجي لنا هناك. تمام. هنعمل التحدي هناك على الكوبري بتاع روز هوك، اللي هي القطعه المثلثه اللي في البحر دي. قول يا صاحبي، قول اللي افتكر النكته بتاعته بس يا جدعان. واحد افتكرها قول. بص يا اسطى بص. قول. مره واحد شحات جاي يشحت من ناس صعيده. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم عايز فلوس حي الله. بيقول له عايز فلوس؟ فلوس منينة؟ قال له انت عارف الشارع على النص اللي هناك دي؟ قال له في عماره جنبه كده. قال له قال له في عماره بعديها. خش. في شقه فوقيه سيبك منها، الشقه اللي بعديها سيبك منها، الشقه اللي بعديها. بعد كده يا اسطى راح جاي قال له احنا وقفنا لغايه فين؟ قال له بعد كده عارف سيبك من الشقه اللي فوقيها، الشقه اللي بعديها خش فيها هتلاقي دولاب سيبك منه، هتلاقي بعديه دولاب سيبك منه، هتلاقي بعديه دولاب سيبك منه، الدولاب الاخير افتحه هتلاقي صندوق سيبك منه. افتح
لا ايوه بس صحيح، هتلاقي صندوق، ايوه افتح الصندوق هتلاقي مصحف، ايوه وحياه المصحف ده معانا ولا مليم. ما عدتش نكت صاحب تاني، ما عدتش نكت تاني. كله وقفوا جمعوا العربيات. يا عبدو خلاص يا عبدو، ما عدتش عايز اسمع حاجة يا اسطى، خلاص عايزين نبدأ التحدي. مرة ميكانيكي جاي كان قطع خيار. يا اسطى الريل ده فصل. لا والله انا بضحكت على النكتة اللي بضحكت اللي هو قالها بالعافية، مش عايز اسمع حاجة اقول لها تسمعها برضه. اقف يا اسطى يلا. تعالى في عربية بس تاني حد يركب نروح نجيب. بقولك مرة ثلاثة اندادة رايحين نسرقوا بنك. الأول دخل يجيب الفلوس، الثاني خد منه الفلوس، الثالث راح يبلغ البولي. طب نكتة تاني؟ يا عم مش عايز اسمع. يا اسطى اقول لك انا النكتة اصلا. مرة واحد سباك دخل فرح، مرة واحد سباك دخل فرح، ما خلاش حد ينقط. مرة واحد عربية كشري، العربية عطلت منه نزل اداها دقة. طب والله الواد عبد ياسر ده بيقول شوية حاجات حلوة والله. هقول لك نقطة على السريع يا احمد. قول يا اسطى نقطة على السريع. بيقول لك مرة واحد فلاح راح اشتري تليفون. بيقول لي ابن عمه اكتب لي انت خطك احسن من خط. مرة واحد دماغه لفت نزل قبل ما طلع تاني. يا خرابي قديم اموت. قديمة قوي. انت هنقضي الروم كلها نكت ولا ايه يا رجالة؟ يا ابني اهدى ما تنزل من العربية، مش عايز حد يعمل، انا عملتها وظبطتها. وحشة وحشة اخر عربية وحشة زفت نيلة، انا كنت عامل كل حاجة حلوة. يلا يا رجالة كل واحد يقف جنب العربية بتاعته. مين ده مين ده يا جدعان؟ مين ده؟ ولد ولد. كل واحد يقف جنب العربية بتاعته يلا. ايوه اقف على كبوت العربية، كبوت العربية. لا على كبوت، كل واحد على كبوت. انزلوا يا رجالة كله يلا صف، كله صف هنا اهو. كله يلزق صف هنا يا شباب. يلا كده احمد كتير هيموتوا احمد. ماشي ما انتوا حرين، هنعمل ايه؟ اللي يلحق يركب يا شباب. هعد من واحد لعشرة، والله العظيم لو انا قلت عشرة يعني لسه ما نطقتش العشرة ولقيت حد طالع هقتله. وانت يا ابني انت بتضرب في مين يا ابني؟ بتضرب ما تضربش حد. والله اللي ضرب المصحف هو اللي ما تضربوش ما تضربوش، احنا مش في خناقة هنا. بصوا يا رجال انا اقول لكم على حاجة، اللي مش هيركب هيقول لنا نكتة، لو النكتة طلعت بايخة هنقتله. خلاص؟ حاضر. ماشي؟ حاضر. يلا. يلا يا رجالة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ارجع ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. مين اللي مركبش؟ الوقت عامل الركوب معاك. ولا لا ما تتحركش ما تتحركش من العربية، ما تتحركش من العربية، ما تتحركش من العربية. ارجع تاني. مين اللي اتحرك بالعربيه ده يا جماعه؟ اطلع اقول نكته يا جدعان، انا اللي مركبتش يا جدعان. انت اللي مركبتش. واحد جنبي شكله فصل يلا. شكله فصل يلا فصل. خلاص يا اسطى سيكي. واحد راكب ورايا مركبش، واحد ورايا مركبش. مين ده يا صاحبي اللي مركبش؟ نط في الميه ده؟ نط في الميه. ما سيبه سيبه خلاص. ماليش دعوه خدت العربيه. شاطر يا ده عمر. بس يا بابا اللي خدت العربيه. شيل رجلك من على البنزين. يا صاحبي شيل رجلك من على البنزين بالله عليك، شيل رجلك من على البنزين. هو فاصل لما يكون واحد فاصل العربيه بتمشي لوحدها. بس خلاص خلاص يا رجاله خلاص. شوف شوف احنا كلاب لوت يا جدع والله العظيم. طب يلا يا رجاله يلا يا رجاله خلاص يا شباب طلع العربيه بره. بس سيبه سيبه لحد ما يجي. خلاص احنا كده كام عربيه؟ طب خلاص كده هو واحد مات. خلاص يا ابني واحد مات، انت بتلوت في ايه؟ مش ما بنلعبش تلويت. يخرب بيت التلويت اللي مجننكم ده، حتى في الرومات اللي ما فيش فيها حاجه بتلوتوا. يلا يا رجاله جهزوا. واحد ارجع صاحب ورا، ارجع صاحب ورا، ارجع ورا. ايوه كده يا ابني ارجع ورا، انت بلزقه. ايوه الزق نفس. ارجع ورا ارجع ورا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. عاش يلا عمر يلا. تعال 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 انزل انزل، محدش يحرك عربية. الله يحرك العربية يقتله يا ابني. انا كده ما شفتش يعني. في عيل ورايا، في عيل ورايا. انزل يا عم. عرفت والله عرفت. انزل قول نقطة. انزل يا صاحبي تعال. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اقول لك اسمه الواد السوري ده. لا ده انا قلت لك اسمك انت، بقول لك اسمه هو. هتقول نكتة ولا مش هتقول نكتة؟ عايزين نسمع نكتة. اقول نكتة، اقول نكتة بداله. يا ابني بقول له هو، بقول له يا عم اهو يا صاحبي اهو عشان نخلص.
اعمل ايه طيب؟ انزلوا اقفوا صف تاني. طب يلا يلا صف ابعد عربية صف صف خلاص عربية طلعت اقفوا صف يلا على طول. مين اللي قتل؟ مين اللي قتل؟ قتلت اللي قتلت اللي كان تحت الميه. بص يا احمد اللوت اللي رماه باص. يلا يا رجاله بسرعه في زون يا شباب بسرعه. 1 2 3 4 5 6 يعني انا عملت ايه؟ بقول 6 بقول 6 ما قلت بقول 6 7 8 9 10 ايوه انا عمر. يلا تعال يا صاحبي تعال تعال. هتروح فين؟ ولا ولا طلع مجرم حرب وكان عايز ينط في الميه. انزلوا يا رجاله. طلع مجرم طلع مجرم طلع مجرم. هاتشيلة ثلاثة يا جدعان. يلا يا اسطى يلا يا اسطى زون يلا يا جدعان الزون. اقف يا اسطى لو ملحقتش اقول نكتة. هخليك تقول يا اسطى هخليك تقول هخليك تقول نكتة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما قلتش 10 والله ما قلت 10 يلا يا ما قلتش 10 يلا ما قلتش 10 راح يركب برضه. طب 10 ايه 10 10 رجاله تعالى 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 ابو زعبوط تعالى قول لي نكته قول لي نكته. محدش يتكلم. اه محدش يتكلم. قول لي نكته. انا ايوه انت قول يا عم. طب ثانيه واحده قول طلع ثانيه واحده. ما هو مستنى اهو. 13 فينك يا عم بلال؟ اقسم بالله لو مويت كنت جبت النكت كلها. قال مين يا اسطى؟ انا بقول لك انت قول نكت اي نكته. واحد يا بص يا اسطى بص مره واحد يا اسطى كان عايش في الجبل فطلع علي ديب فهو كان دخل كليه الطب بيطري فراح يمسك الديب يقول له ايه انا كنت في كليه الطب بيطري فبعد اذنك عايز اكشف عليك. فالديب راح جاي بيقول له عمل الحركه بتاعته دي. بعدين اول ما الديب قال له كده قال له طب ما تهدى بس وريني التوته بتاعتك فيها. قال له اهدى بس دي كلها اهدى تقليل الادب بس. ايه انا عارف اقتل انا حظ عارف ايه انت النكته بتاعتك بايخه شبهك امشي. يلا رجاله اقف رجاله اقف يا شباب يلا طلع عربيه. 1 2 ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. 2 يا ابن ارجع ورا بقول لك يا عم. 3 4 5 6 7 8 9 10 عمر مش هيلحق مش هيلحق مش تعالى يا عمر تعالى قول لي نكته يا عمر قول لي نكته. مره واحد بيقول لك انا بدم الساعه رد على واحد قال له انا حمدان من الجيزه. بالله عليك ما موت يا اسطى. حلوه صح؟ حلوه. اركب يا اسطى اركب معانا اركب معانا اركب بسرعه اركب سيبك منه. طب موتني ليه؟ عشان نكته بايخه بس. اصبر بلا ناس فصلت بلا ما فصلتش بالله عليك ايه ده بس. اما اخد الاثنين دول اعمل معاهم التحدي في اي مكان جوه الزو. ما تعملهاش على الجبل يا احمد بتبقى بطيئه احنا وطالعين. شوف العربيه المكان اهي اطلعوا فوق الجبل تعالوا جنبي تعالوا جنبي بقى فوق الجبل اطلعوا جنبي جنبي هنا اهو ايوه جنبي هنا كده هنا مكان ما انا واقف كده. ده هينزل على اليوتيوب يا اسطى بكره ان شاء الله. اول مره بقى يا سيف. ايوه يابا هتشير يابا وهنزل على اليوتيوب. هكون فيموس. بصوا يا رجاله يلا يا شباب اقفوا جنب بعض عشان اعد. اقف ولا متهور يلا يا ابراهيم يابا اقف جنبه اقف جنبه اقف جنب بس يلا. 1 لا اقف جنب بعض جنب بعض زف بعض ايوه كده. 1 2 3 انا بقول لحد 10 4 5 6 7 8 9 10 يلا رجال مين اللي هيوصل للعربيه الاول؟ مين اللي هيوصل؟ بلاك ايه ده يا غبي يا بلاك ما ضغطتش لا على طول. لا 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 اقف يا بلاك قول نكته يا بلاك قول نكته يا بلاك قول لنا نكته يا بلاك قول يا عدو صح مش انت اصلا تفوزني يلا خليت لك. لا قول نكته قول نكته انا عايز نكته. انا اقول نكته انا اقول نكته هو كسب. قول نكته انا كسبت. قول نكته. مره سباك ضرب مره تلقى صلى حط الميه. خد يلا خد يلا بلاك يلا خد يلا بلاك. بلاك يتلى يا جماعه بلاك دسنا يا جماعه. يا اصلا بقى انت بقى بتصور يا جدعان. بص يا جدعان لازم يشترك في القناه دي عشان القناه دي احسن قناه على اليوتيوب والله ما بهزر. حبيبي حبيبي يا صاحبي حبيبي اول مره والله العظيم ادخل جي ادخل روم قصدي
مع اي حد ان شاء الله، حتى روم على الفيس اي حاجه، اول مره ادخل روم وتكون روم رايقه وعالميه زي الروم دي. حبيبي يا صاحبي والله حبيبي. كله في الملعب عربيه إيه. باجي يا شباب، حد جاب عربيه باجي يا رجاله ولا مفيش حد معاه عربيه باجي؟ يلا الرجاله كله جاهز، كله جاهز يا رجاله، محد اللي يخرج بره الملعب هيموت، احنا متفقين مع بعض اهو عشان محدش يقول انا اتقتلت ظلم، اللي هيخرج بره هيموت. ابدا يا رجاله، سهرت الوحش، سهرت الوحش، الله ينور عليكم يا رجاله. خش جوه، خش يا تخش. الواد ده طلع يا جدعان، الواد ده طلع يا جماعه. لا ما انا طردتكش بره، انت طلعت بره، والله انا ما اعرف انت مين اصلا، والله انت اللي طلعت بره، انت طردتني بره، والله انت اللي طلعت بره. ماشي العربيه انا طردتك في الاول قمت طالع تاني بره، عيب عليك، انا ما بظلمش حد. لا 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 ما بظلمش حد، بظلمش حد. الواد يا اسطى صار عايزين بيزقوني بيخلوني انزل تحت العربيه. معلش يا اسطى استنى بس كده، استنى ده انا انا كده المفروض التومين بجرميت اكل. ما جاش. استنى بقى يا رجاله، ايه ده صرح فين؟ خلي بالك اصلا ممكن يخضر، خلي بالك. غدار يا غدار. كنت هاجيلكم من مكان تاني بس يلا ماشي. ايه ده بقى؟ لا مش نافع كده. ابو خي يعني، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. ايوه جبت واحد. اي ايه ده؟ ما جاش ليه ده؟ ما جاش ليه ده؟ ماشي ماشي ماشي. تعال اللي هنا دي مضايقاني قوي. يلا تعالى تعالى انت هو. او ماي جاد. الله بقى فيها يا جماعه المره دي مش ظابطه ليه؟ اي يا عبدو عيب عليك يا عبدو، تعالى عليك يا عبدو، ما لحقش يفرح يا جماعه. اوه هلا ابوي. تعالى يا صاحبي، انت اللي كسبت معانا يا صاحبي، الف مليون مبروك، انت اللي كسبت معانا. بص يا صاحبي، بص ليك الهديه بتاعتي، ان انت هسه هتنضم لعصابه اصلا. وانت اسمك ايه الاول؟ مصطفى اكس جي. طب في ببجي اسمه مصطفى اكس جي، وفي الديسكورد مصطفى اكس جي. مصطفى فين؟ مصطفى اكس جي، استنى اما نشوف. مصطفى 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 اكس جي، احلى مسا عليك يا مصطفى. عندك نكته تقولها لنا يا مصطفى؟ بص يا اصلا، قول يا صاحبي. مره واحد وبعدين مشى تاني بقى اتحول مش مشى. ماشي يا مصطفى، اديله رتبة العصابة معانا يا رجالة، رتبة العصابة معانا. لو الفيديو عجبك اكيد هتنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش عندنا. تعالوا بقى نعرف مع بعض مين اللي كسب النهارده في الفيديو ده، ولو انت لسه جديد وعايز تشترك معانا علشان كل يوم واحد بيكسب شدات. اول حاجه هنمسك التليفون الجميل بتاعنا، بعد ما تمسك التليفون بتاعك كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على جوجل وتكتب في جي اي ام او، هيطلع لك اول موقع اضغط عليه. ادخل بسرعه على الموقع وشوف اول موضوع، يعني مثلا ده كان اول موضوع تحميل لعبه باركور، اضغط عليها. بعد كده نقفل دي. بعد كده هننزل تحت بس النت بعافية شوية. بعد كده هيفتح لك صفحة الموضوع، انزل تحت لآخر الموضوع، آخر الموضوع، آخر كمان، وقول له عرض التعليقات. نبدأ مع بعض نستعرض كل تعليقات الناس، وهنبدأ دلوقتي نختار واحد من الكومنتات دي علشان يكسب معانا. وطبعا الناس اللي بتكتب الاي دي بتاعها في الكومنت اكتر من مره مش هتكسب معانا للاسف، يعني واحد شكل ده مستحيل ان هو يكسب معانا، لان احنا قلنا يا جماعه محدش يكرر الكومنتات بتاعته في كومنت واحد، يعني اكتب اكتر من كومنت بس كل كومنت لوحده. فخلينا نشوف مع بعض مين اللي كسب في الفيديو ده. هنطلع فوق كده زي ما انتم شايفين التليفون ونبدا نازله حلوة الناس الجميلة بتاعنا، ونقول له هلو هلو. اوبا هو ده اللي كسب معانا يا شباب، يا ريت الكاميرا توضحه علشان نشوف مين ده يا جماعة. هو ده اسمه يا سيدي كنيس، اسمه كنيس وكاتب الاي دي بتاعه. للأسف يا كنيس انت مش هتكسب معانا، لان واضح ان الاي دي بتاعك كورية، على ما اظن كده ان ده اي دي كورية، واحنا قلنا ان احنا ما بنشحنش للكوريه يا جماعه. فياريت يا كنياس تكلمنا على الديسكورد علشان تديني اي دي عالميه اشحن لك فيه، وزي ما قلت لكم يا جماعه ان احنا ما بنشحنش للكوريه، يا ريت اللي يكتب الاي دي يكتبه في العالميه. فيا ريت تتواصل معايا على الديسكورد وتديني الاي دي بتاعك في العالميه علشان اشحن لك شدات عليه.
وشكرا يا جماعه، هو ده اللي كسب معانا في الفيديو ده. ده لو كان الاي دي بتاعك كوريا، انما لو عالميه الشدات هتوصل لك اول ما الفيديو ده يكون موجود على اليوتيوب. ولو انت كمان عايز تكسب شدات كل يوم، كل اللي عليك ان انت هتدخل على الموقع وتشوف اخر موضوع وتكتب كومنت بالاي دي بتاعك واسمك في اللعبه، وان شاء الله انت اللي تكسب معانا الفيديو اللي جاي. وكده يا جماعه يبقى احنا وصلنا نهايه الفيديو ده، ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم. سلام.